الكيس ما عندكم سيارة عشان تحشي على اسمه مو تمام؟ فاحنا اليوم راح نغطي فد سيفيرال اوبجيكتيفز، راح نحكي نسوي ريفيجن للتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وراح نتكلم عن شنو انواع الريسبيرتوري الرجيز اللي ممكن احنا نشوفها. سبتوا اخذتوا اسماء غير الاسماء لو ماكو زين، وراح نحكي فالشيء المهم هو الاميولوجيكال ميكانيزم، الاميولوجيكال باك جراوند، شلون يصير هاي الرجيز، وراح نحكي شوية عن الدايجنوزز بشكل مقتضى، احنا شلون ندقنز كيس ويب ريسبيرتوري الرجي. إذا تذكرون احنا أخذنا بالهايبر سنسيتيفيتي there are four types of hyper sensitivity reactions، واحد اثنين ثلاثة وأربعة. أول ثلاثة يعتمدون على الانتيبادي، يسموهم انتيبادي ميدييتد، يعني الميكانيزم كلها لازم اكو انتيبادي against the antigen، والأخير يعتمد على الليمفوسايت، فيسموه سيلولار ميدييتد هايبر سنسيتيفيتي. اللي احنا مو عرضنا اليوم اللي مهم هو تايب 1. إلى اسم ثاني اسمه immediate hyper sensitivity reaction. شنو يعني immediate؟ يعني بسرعة يصير development مالتك immunological mechanism. هذا يعتمد أيضا على الأنتي بودي مثل ما حكينا، زين؟ يا أنتي بودي IgE. IgE هو is the main immunoglobulin involved in the type 1 hyper sensitivity reaction. بأنواع ممكن يكون كلش life threatening severe يسوي anaphylaxis. زين؟ أو ممكن مثل الريسبيرتوري الرجيز اللي راح نحكي عليها اليوم. طبعاً هاي راح نغطيها بالإميولوجيكال ميكانيزم. شنو الخلايا اللي انفولف بالتايب 1؟ لازم اكو فد الرجي من يجي، لازم اكو انتيجين بريزنتنج سيل تاخذ هذا الانتيجين، فلازم عندي انتيجين بريزنتنج سيل، ممكن تكون دندريتك سيل، ممكن تكون ماكرو فيج. زين؟ هاي ويا من راح تصير انتراكشن؟ ويا من تحكي؟ ويا من تسولف؟ تي سيل. التي سيل عاده تكون نايف تي سيل، بعدين تحفز انذر او تتحول الى انذر تايب اوف تي هيلبر سيل، يسموها تي هيلبر 2. زين؟ تو بروديوس اميونو عفوا تو افكت ذا بي سيل تو ديفلوب تو بلازما سيل تو بروديوس اميونو جلوبيلين اي. طبعا هذا الاميونو جلوبيلين من يصير فري بال سيركيليشن مو اتاش تو البلازما تو ذا بي سيل، راح يرتبط ويا ريسبتورات موجوده عليا على سطح الماسك والبيزو فيل سيل. تمام؟ بس يرتبط على سطح الماسك والبيزوفيل سيل يسموها سنسيتايز، تحسست. يعني شنو سنسيتايز؟ يعني الخليه كانما صارت شايله باج. شلون باجاتكم؟ تعرف اي واحد يجي عندها اسماء بالسيطره واقفه عندها اسماء، اي واحد يجي تعرف هذا الالرجين اللي هي تتحسس من عنده. شو يصير؟ يصير الاكتيفيشن فيس يسموه. شو تسوي؟ تسوي ديجرانيليشن، هي عاده تحتوي على جرانيولز. انت تاخذ حين مكمل؟ زين؟ عندها جرانيولز، هي جرانيولر سيل، الماسك والبيزوفيل هي جرانيولر سيل، فيصير دي جرانيليشن. شنو دي جرانيليشن؟ يعني تنفجر وتطلع هذا الجرانيولز اللي ببطنها. عادة هاي الجرانيولز هي عبارة عن شنو؟ شلون؟ هستامين. يسموها انفلاماتوري ميديتر، برو اكتف انيز، هستامين، بعد شنو ممكن؟ ليوكوتاينز، بروستاغلاندينز. زين؟ هذني كل الانفلاماتوري؟ لا هذني سايتوكين. تيومر نكروسس فاكتور الفا هذا سايتوكين. وهسه نحكي شو وقت تنفرز السايتوكينات بالالرجي وشو وقت تنفرز لا الانفلاماتوري ميديترز. زين؟ الفيس طبعا الفيس مالت او الكلينيكال برزنتيشن تقسم الى جزئين، واحد يسموه ايردي واحد ليت. يعني بدايه ما يصير الاميولوجيكال ميكانيزم اكو ايردي فيس واكو ليت فيس، اكو فروقات بيناتهم هسه نركز عليهم. ايردي فيس ممكن دقائق يصير مينتس. زين؟ الليت فيس لا ممكن يطول حتى 24 ساعه. ممكن 24 ساعة، يعني اكو رينج 2 إلى 4 مينتس. الايردي فيس مينتس، فتبين السيمبتوم
اللي ريليتد للانترفيس خلال ثواني من من او دقائق من استنشاق الالرجي. زين يعني انا اذا تعرضت مثلا البولي هسه نجي شنو انواع الالرجي، اذا البولي وانا عندي حساسيه من عنده ما خلال خمس دقائق انا راح تبدا على طول اسوق روحي شلون الكيس مالتكم. زين بينما السيمبتومز اللي ريليتد تو ليت فيس تحتاج لها ممكن ساعات. شوفوا هسه احنا بالصوره تجينا برزنتنج سيل احنا ماكروفيج طبعا على راسي هي الميجر هي الدندريك سيل اللي تشتغل تاخذ الالرجين وتسوي لها برزنتيشن للتي سيل بعدين التي سيل تتحول الى تي هيلبر 2 والتي هيلبر 2 راح تحفز البي سيل تو بيكام بلازما سيل والبلازما سيل ويل سكريت ميونوجلوبولين اي وهذا راح يجي يتصل وين على السيرفيس اوف جانيلر سيل اللي هي الماسل والبيزوفيل ايش راح يصير بيها دي جانيليشن راح تطلع لي هاي الهستامين واليوكوترانز والاذر انفلامتري ميديترز. الخليه التي سيل بالبدايه اللي تتحفز شنو نوعها؟ نايف نسميها نايف. شنو يعني نايف؟ ما متخصصه ما عندها ريسبتر يقول هاي تي هيلبر 2 ولا تي هيلبر 1 سموها نايف. من اللي يخليها تتخصص؟ نوع الالرجين اللي جاي الانتيجين اللي اجى ماكو خلى الدندريتك سيل تفرز فتسايتوكين. زين يقول لها يابا تصير تي هيلبر 1 وتي هيلبر 2 فهاي الالرجين قال لها صير تي هيلبر 2 بما انه صارت تي هيلبر 2 راح تحفز البي سيل اندر ذا افكت اوف انترلوكين 4 زين تتحول البي سيل الى اليونوجلوبولين اي سكريتنج بلازما سيل. من اللي حرك هي تفرز لي بس الاي جي اي الاميونوجلوبولين اللي فرزته تي هيلبر 2 تمام. زين احنا اكو فد مصطلح يسموه اتوبي مر عليكم بالكيس لو ما مر اتوبي بالباقه اتوبي شنو معناها؟ فد مجموعة يعني كأنما تخيلوها شلون المظلة واكو فد مجموعة ديزيز جواها. هذا فد بوبيليشن عندهم بريدسبوزيشن تو ديفلوب ان الرجي. زين؟ يعني اكو ناس هسه انتم كلكم بالقاعة جزء اكو جزء من عندكم يتحسسون. اكو جزء ما يتحسسون. هذول الناس اللي عندهم هاي البريدسبوزيشن تو ديفلوب ان الرجي. اجين مثلا ريسبيرتوري الرجي فور اكزامبل اللي احنا موضوع اليوم. زين هذول يسموهم اتوبيك بيشنت. ممكن شو يكونوا؟ ممكن بريزنتد از كونجكتيفايتس الرجي كونجكتيفايتس ممكن الرجيك راينايتس ممكن اكزيما ممكن الرجيك ساينسايتس. زين اكزيما طبعا السكن مو موضوعنا زين بس هي هم من ضمن الرجي ممكن presented as allergic asthma تمام. فهي مجموعه من الديزيز كلها اندر ذا اتوبي. هذول الاتوبي البيشنت يصيرون عاده سنسيتايز تو هذا الانتيجين نسميه قلنا اتفقنا نسميه الرجي. شنو هذا الالرجي؟ هذا الالرجي الناس العاديه اللي ما عندهم بريدسبوزيشن ما عندهم مثلا جينيتك باك جراوند ما يتحسسون له. ليش؟ هو سمول بروتين. واتفقنا سابقا احنا اخذنا البيزك مال المناعه بروتين او مولكيولار سايز اوف بروتين امبورتنت ان ريجاردينج ذا مولكيول از نيوروجينيك اور انتيجين. فكل ما كبر الحجم مالتها كل ما كبر المولكيولار سايز مالتها تصير از زيد الاميونوجينيسيتي ممكن تعتبر از ان انتيجين. فهذه الالرجينات اللي مثلا البولين داست مايت هذول يصير الوزن مالتهم المولكيولار سايز مالتهم قليل سمول بروتين فبالطبيعي ما يسوون اميون ريسبونس. لكن عندهم الاتوبيك بيشنت ممكن ديفلوب الرجي. شنو اللي يحدد علي يصير عنده اسمه ومحمد ما يصير؟ اكو هي يسموها مالتي فاكتوريال اكو هواي اسباب. واحد من عندها جينيتك باك جراوند. زين شنو الجينيتك باك جراوند؟ طبعا هو جينيتك باك جراوند من اول خطوات الانيت اميونيتي الى اخر شيء السيلولار اميونيتي ادابتيف اميونيتي بالنيومرال كلها انفولد. مثلا خلينا نعطي
الاجسام الوضعيه، الكروموسوم 11 والخمسه. زين الكروموسوم 5 ريسبونسبل اكو فد مناطق جينات بي سبيسيفيك جينز ريسبونسبل فور برودكشن اوف انترلوكين 4 اند 5. زين وهسه راح نحن نجي نحكي انترلوكين 4 و 5 امبورتنت ان ذا باثوجينيسيس اوف الرجي ريسبيراتوري الرجي. فاي ميوتيشن يصير بهذا الجين يؤدي الى زياده افراز انترلوكين 4 اند 5 من نتيجة سوالي يعني. زيد الفرصة مالنا والمريض يصير عنده حساسية للألرجيز أو سبارتري ألرجيز. زين كروموسوم 11 هذا بيه فالجينات responsible للريسبتورز اللي موجودة على السيرفيس مال الماسك والبيزوفيا. مو قلنا هذا الاي جي اي حتى يشتغل لازم يقعد اول شيء يقاله مكان. وين يقعد على السيرفيس مال الماسك؟ مو اي ريسبتر عادي يسموه هاي افينيتي ريسبتر سبيسيفيك للاي جي اي. يجي يشلب بيه وبعد ما يفتح. هذا الريسبتر من المسؤول عنه فالجين موجود بالكروموسوم 11. اذا صار ميوتيشن بهذا المكان بهذا الجين زيد الافينيتي مال هاي الريسبترات او زيد افراز الاكسبرشن يسموه اوف ريسبترز اون ذا سيرفيس اوف ماستر اور بيزوفيل. بالنتيجه وصلنا الى شنو؟ وصلنا الى ريسبيراتوري الرجي. يصيرون دول مور ريسكي فور ديفلوبمنت اوف ريسبيراتوري الرجي. وهكذا اكو فد مجموعه من الفاكتورات غير جينيتيك نسميها انفايرمنتال. شنو ممكن؟ ممكن اني اتعرض الى الرجينز غير ما يتعرض له. ممكن هو الرجينز واحد عايش بمنطقه مثلا كلش فيها ملوثات. زين مثلا منطقه كلها عجيج، مثل ما واحد عايش يم البحر وماكو تراب يفرق. فذاك وانا دائما تشوفهم بالعلاجات مالت هذول اللي عندهم الرجيز والازمه، دائما الريسبيراتوري ديزيز يقول لهم روحوا لمكان مو دراي مثل جونا مثلا، جونا ما يناسب اللي عندهم ريسبيراتوري الرجيز او ريسبيراتوري ديزيز بصوره عامه. زين؟ فممكن المكان يتعرض به البريق الى مور الرجين فيصير مور عنده مور ريسك فور ديفلوبمنت اوف الرجي. بعد شنو؟ منطقه ملوثه صناعيه مثل اللي قاعد بالريف يفرق. فهم مات البوليوشن ياثر على الديفلوبمنت اوف اتشولي. بعد شنو الدايت؟ اكو قسم من الريسيرش تقول الاطفال اللي بوتل فيدنج دول معرضين للاصابه بالالرجي والاسمنه اكثر من الاطفال اللي هم بريست فيدنج. زين؟ فممكن زيد الريسك الاسمنه. واكو فد شيء هي الهايجين. كل ما زايد الهايجين كل ما زادت الريسك مالتي الالرجي والاسم. يعني كل ما الطفل كان حاطين قزازه بالونه زين وما مخليه يطلع برا كل ما يتعرض للالرجي والاسم اكثر. كل ما هذول الجهال يشوفهم بالشارع يلعبون بالتراب ويلعبون مدري شو هذول افضل بالنسبه للالرجي. هاي يسموها هايجين ثيوري. شنو يعني هايجين ثيوري؟ سابقا كانوا يخلون الاطفال تطلع تلعب بالتراب بالحديقه. فمن يلعب يتعرض الى شنو؟ تعرض الى انتيجين. احنا قلنا الاميون ريسبونس حتى يشتغل لازم اكو انتيجين. زين؟ فتعرض الى انتيجين، اذا تعرض الى انتيجين كونت اميون ريسبونس. عادة هذا الانتيجين اللي يتعرض الى ممكن يكون باثوجين، ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فيروس، والميجر هي الفيروسات. اذا صار عنده بكتيريا او فيروس انفكشن شو راح يحفز؟ راح يحفز الاميون ريسبونس. اذا تتذكرون احنا من ماخذين الفيروسات والبكتيريا من اللي يشتغل؟ تي هالبر 1 او تي هالبر 2؟ بالبكتيريا والفيروس انفكشن. وان اثنيناتهم وان. فهي كفتين ميزان. زين؟ الالرجيز هسه احنا قلنا متفقين من يشتغل بها؟ تي هالبر 2. الفيروس انفكشن والبكتيريا انفكشن يشتغل بها منهم تي هالبر 1. فكل ما انا خليت جهاز المناعه يروح باتجاه تي هالبر 1 سويت له اكتيفيشن اخذ الطفل فايرال انفكشن اخذ الطفل بكتيريال انفكشن صار عنده اميون ريسبونس اوف تي هالبر 1 فسحبت جهاز المناعه من تي هالبر 2 الى تي هالبر 1 بالنتيجه قللت الريسك اوف ديفلوبمنت اوف اتشولي. طبعا هاي النظريه
الثمانينات بالديفلوبد كانتريز زادت عندهم ريسك الاتوبي، زادت عندهم الناس اللي عندهم اسهم. ليش؟ لان الفاكسينيشن بروجرامز تطورت. بعد ضمن ياخذ الطفل يوم ياخذ فاكسين كل الفيروسات تقريبا والبكتيريا، فقلت زادت الهايجين طبعا، زاد الفاكسينيشن بالنتيجه شنو اللي صعب وياها؟ صعب وياها الالرجيز، فاضطروا هذه النظريه. فهسه احنا كل واحد بالبيت خلي يعرف الاطفال اللي عندهم للانفايرمنتال فاكتورز الالرجيز حتى تقل نسبه الاتشوبي. هسه لحد هسه اكو سؤال؟ اذا نريد نحكي نقول شنو هي انواع الريسبيراتوري الالرجي؟ احنا الريسبيراتوري تركت منين تبدي؟ من النوز، وين تنتهي؟ باللم، زين؟ من النوز باللم، فمعناها هاي طبعا كلها ريسبيراتوري الالرجي. من النوز لحد اللم ممكن شي يصير هنا على طولها ممكن يصير الالرجيك ريسبونس. اذا بالنوز ممكن يبرزنتد البيشنت از الالرجيك راينايتس. إذا صارت بالساينس الالرجيك ساينسايتس. إذا انتقلنا للبرونكاي زين على المولز كلها هاي ممكن تسوي لي بريميوم
as representation of the seasonal recurring illness. هاي خطوة مهمة بال
انيميشن وحتى تسوي الدي جرانيميشن بدون الكروس لينكينج ماكو دي جرانيميشن. الخطوه اللي بعدها صار انفجرت الماستر البيزوفيل صار دي جرانيميشن زين دبت اللي ببطنها البازو اكتف امينز اللي قلنا هستامين جلوكوتاين زين بروستاجلاندين اشتغل مني سوي لي ساين والسيمتومز اوف ايرلي فيس الرجيك ريكشن. شو يصير مثلا يسوي بازو دايليتيشن زين واذا صار بازو دايليتيشن بيصير قديم زين بعد شو يسوي يسوي يزيد ديكريز سكريشن اوف ميوكس للغوبلت سيل فيصير اكيوميليشن اوف ميوكس. طبعا هذا يساعد بالفورميشن اوف ابستراكشن. ممكن شيء يصير سموث مسل سبازم واذا صار سموث مسل سبازم يسوي برونكو سبازم فهاي السيمتومز تصير بالايرلي فيز من المسؤول عنها بازو اكتف امينز كلهم خلال ايش قد يصير من minutes. The early phase they will develop during minutes. بعدها شو يصير؟ بعدها راح يجي the late phase. The late phase يعتمد على يعتمد على activation on activation of eosinophil. الماست will activate the eosinophil by secretion of interleukin 5. Then وهذا حفزة اليوزينوفيل اليوزينوفيل والاكتيفيت والبروليفريت يزيد عددها زين من تتحفز تفرز مجموعة من السايتوكين وهي سوى ريكروتمنت اوف انفلاماتوري سيل للمكان نفسه مع ريسبيرتوري ايثيليوم اللي فيها الالرجي ضارب عدد الخلايا الماكروفاج كل شيء الوايت تي سي ماست سيل زين عفوا الفيزوفيل التي سيل كلها تجي نفس المكان. السايتوكينز هنا راح يبي سكريتد عند ليت فيس اللي هو قلنا ممكن يطول ممكن 2-4 ساعات ممكن 24 ساعة. السايتوكين راح يزود يسوي اكتيفيشن اوف سيمتومز للبيشنت يزيد البازو كونستركشن ممكن يصير هنا البيشنت ويل ديفلوب سيمتومز لايك كونجكتيفايتس سايتوكين تروح للكونجكتيفايتس وتسوي له ريد اي زين ويزيد البازو عفوا البرونكوس بازو ويصير ابستراكشن ممكن ايضا نزل ابستراكشن. طبعا السيتوكين سيتوكين not only responsible for recruitment of inflammatory cell للمكان عندها other function مثلا زي الادهيجن مولكيولز. شنو هي الادهيجن مولكيولز؟ فد انواع من السيتوكينات بس اصغر مثلا اي كام والفي كام انتراسيلولار وفاسكولار زي ادهيجن مولكيولز من اسمها ادهيجن مولكيولز يعني هاي تتوزع على السيرفيس اوف اندوثيليوم فيزل اندوثيليوم مال الفيزل هو مو هالشكل عاده من يصير دايليتد فيزل راح يصير بيناتهم شنو؟ فراغات مو؟ وهاي الفراغات شو يصير؟ يسموها ديربيديس يطلع من عندها الخلايا مثلا الماكروفاج تقدر تطلع منها. هذين شلون ينجذب من هذا المكان؟ بالاصل شلون الخلايا الوايت تي سي تنجذب حتى تطلع وتروح لمكان الانفلاميشن؟ عن طريق الادهيجن مولكيولز. والادهيجن مولكيولز لازم اكو واحد ريسبونسبل عليها السيتوكين اللي سكريتد مثلا من الايوزينوفيل هي تزود الاكسكريشن او الاكسبريشن اوف ادهيجن مولكيولز اون ذا سيرفيس اوف اندوثيليوم بالنتيجه تسحب مثل المغناطيس تسحب من خلايا الوايت بي سي من البلاد وتخليها تعبر مكان الانفلاميشن. هسه اكو سؤال عن الميكانيزم شلون؟ الادهيجن ايه بالليت فيس. هو البازل ريتيشن يصير من الايرلي فيس بس الريكروتمنت مال الفلمتر يصير اكثر شيء للمكان يصير بالليت فيس. هسه نجي شلون نسوي دايجنوستس ان كيس اوف ريسبيرتوري الرجي اور اسم شلون نسوي دايجنوستس؟ احنا حكينا بالبدايه قلنا اكو فد مجموعه من طبعا الخلايا
نحددهم اللي انفولد من اول ما يجي استلمت الالرجي منيه دندريتك سيل انتي جيني بريزنتك سيل ممكن تكون دندريتك سيل ممكن تكون ماكروفيج واضحه منهم تي هيل او يا نايف تي لمفوسايت اللي هي اوف تي هيل تحول الى تي هيل بر 2 بعد بي سيل البلازما سيل بعد ماسيل بيزوفيل بعد زينوفيل ايوزينوفيل is the major player of allergic asthma. ما تسمى allergic asthma ما بيها ايوزينوفيل. فحد يعتمدون على الكاونت مال ايوزينوفيل يسموها لان allergic asthma. Major player of late phase هي الايوزينوفيل. فاحنا اذا مثلا نسب اكو كاونت مال خلايا اذا نسوي سي بي سي اذا نسوي ايوزينوفيل كاونت ايش راح نلقى؟ صاعد فنقول هذه موست كومنلي طبعا هي مو بس بالالرجيز وين تزيد بعد الايوزينوفيل؟ باراسيتيك انفكشن احسن باراسيتيك انفكشن والالرجي فاذا هو ما عنده سايم سيمتومز مال باراسيتيك انفكشن هذا وين؟ فهو عنده الرجي بعد شنو؟ قلنا يا مع ايمونوجلوبين يزيد اي جي اي فانا ممكن من السيرم اقيس مستوى الاي جي اي يا اما توتال اي جي اي توتال شنو يعني؟ يعني كل اللي موجود بالسيركيليشن او يسمونه سبيسيفيك يعني مو هذا اي جي اي مال سبيسيفيك الرجين سبيسيفيك انتيجين اقيسه كلش اي كان المفروض صح او مرات يسوونها اختبار حساسيه يسوون الفد سبيسيفيك اميونوجلوبين يعني يسوون له فد بانل تيست فد 20 30 انتيجين من البيض من الباذنجان من الموز من شو فد مجموعه من الدست مايت من البولين يا هي يطلع هذا يسمونه سبيسيفيك اي جي تيست تمام؟ فهسه سي بي سي الايوزينوفيل والاي جي اي وراها راح ناخذ احنا شويه سكن بريك تيست لا سامعين بهذا يسووا مختبرات الحساسيه بالسكن شنو المبدا مالته؟ المبدا اني ارد اسوي هاي الالرجي مكان ما هي بالريسبيراتوري ايبيثيليوم أرد أسويها بالسكن under controlled condition وأشوف أكو رياكشن لو ماكو لهذا الألرجين اللي أنا أخليه إذا أكو أقول هذا البيشنت ممكن عنده ألرجي هذا مثلا البولين زين في أنواع السكن بريك تيست ممكن يكون سكن بريك تيست شنو هذا؟ في طرف نيدل ما لو مثل الدمبوس الطرف هاي يخلون الألرجي في تايني أماونت كلش صغيرة ويشكوه زين او ممكن شو يسمون؟ يسمون سكراتش شلون راح سكراتش اللي تعرفه بعدين يخلون عليه الانتيجين ثاني او ماونت اوف الرجي وينتظرون او شو يسمون؟ انتراديرميك هذني اللي راح عن كان وين؟ الابيديرمس فوق سوبرفيشال انتراديرمس يعني شنو يعني عندي نيدل لازم تخترق الابيديرمس تروح للديرمس تحقن الالرجي زين فعادة يكون الالرجي كونسنتريتد اكثر هنا الريسبونس يكون هنا افضل يعني الريزلت تعتمد عليها اكثر من اللي بالابيديرمس منو يقدر يقول ليش؟ الابيديرمس وين الاميون سيلز موجوده اللي تسوي الاميون ريسبونس موجوده بالديرمس مو بالابيديرمس فانا اعتمد على الريزلت الانتراديرميك سكين تيست اكثر زين ممكن لا اسوي سكين سكرابي يقشطوه اصلا منطقه كامله يقشطوها يخلون الالرجي او ممكن يسوون باتش تيست هذا في الشيء يعني اجيب فد سترب بمجموعه مال انتيجينات مثل اللذه واخليها على مثلا اكثر شيء تستخدم على البال هسه بوضع لكم الصوره وانتظر اشوف الريسبونس شنو الريسبونس اللي انا اتوقع اشوفه اذا اكو الرجي راح يصير ريمس راح يصير سوالي بالمكان زين يسموها هاي ارتكالي قطع ما اعرف شو يسموها بالعاميه زين ويلز اذا المكان صار احمر وانتفخ زين فهذا معناه البيشنت عنده حساسيه لهذا الالرجي واذا ما صار عنده يعني نيجاتيف بس النيجاتيف نيجاتيف ريزلت دازنت اكسكلود الالرجي ليش؟ لانه ممكن انا هاي الكميه اللي حقنتها من
كنا تايني صغيرة ما سوت didn't elicit an immune response. احتاج كمية concentrated اكثر على مود تسوي الاميون ريسبونس. فممكن يسموها ري ادجستمنت للدوز على مود يطلعون اذا اكو ريسبونس او لا. فخلينا نشوف الصور. شوفوا هذا اللي فوق على الباك زين، هاي اللي مثل اللزقه، كل بيضه هاي كل قطعه دويره هاي تحتوي على الالرجين طبعا هن مرقمات المفروض زين، وبيها كل واحد معنا مثلا هذا البولين هذا داست مايت وهكذا. ونقرا بعدين وين صار احمر نشوف ورا فتره، ننتظر 20 دقيقه طبعا ممكن الريسبونس ورا 24 ساعه يبين. شوفوا هذه الصوره اللي جوا فرضت انت ادمك تيست، وين اكو ريدنس وين اكو ورق مكانات، هاي معناها هذا بوزيتيف تيست. او ممكن يستوى على زين على الارم هم نفس الشيء يترقى، بس المفروض يتخلى مسافه بين واحد وواحد عشان ما يصير كروس ريكشن بيناتهم، يعني 2 سنتيمتر بين كل واحد حتى يعطي مجال للواحد يقرا الريكشن. فلحد هسه نكون كملنا المحاضره. اذا تريدون ريفيجن سريع، الاسماء هي عباره عن شنو؟ هي هايبر ريسبونسفنس اوف ذا ايرواي اجينست وات؟ اجينست الرجينز. هاي الالرجينز شنو هي منو عاده؟ ممكن تكون viral infection، ممكن تكون pollen، animal dander، whatever drugs، حتى الدرجز ممكن يسوي allergy. هذول منو ما يصير عندهم الأسماء؟ لازم يكونون atopic. شنو هي الاتوبيك؟ الاتوبيك هي predisposition for development of allergies. منو ما يكونون atopic؟ اللي عندهم genetic background اللي حكينا عليهم مثلا، عندهم mutation في الجينات، او اللي عندهم increased environmental فاكتور، نكريز انفايرمنتال ريسك. شو راح يسوون؟ راح يسوون الايميولوجيكال ميكانيزم اوف اسمه، اللي هي شنو؟ عباره عن تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، تقسم الى ايرلي اند ليت فيز. الايرلي فيز لحد ما يصير سنسيتايزيشن، يقسم الى سنسيتايزيشن اند اكتيفيشن فيز. سنسيتايزيشن بس تتحسس، بس تعرف شنو الالرجي، الماسك والبيزوفيل. وراها الاكتيفيشن فيز من يجي الالرجي مرت الاخ تعرف راسا شو يصير؟ دي جرانيليشن. من صار دي جرانيليشن راح يدير الايرلي ريسبونس ريليز اوف فازو اكتف امينز، بالليت فيس ريليز اوف سايتوكاينز فروم ذا ايوزينوفيل. كلهم بالنتيجه شو يعطوني؟ يعطوني ساين وسيمتومز اوف اسمع عن الالرجي اللي ممكن اديما ابستراكشن فازو سبازم ميوكاس سكريشن ابستراكشن زين نيزل ابستراكشن ساينوسايتس، كلها ممكن هي نفس الميكانيزم اللي انفولد كلها نفس وحده بالريسبيرتري الرجيز. اكو سؤال؟